FM Podcast. صبح النور. المنتخب موجود من البارح بالكاب فير وين باش يلعب غدوة ثاني مقابلته في تصفية مونديال 2014. اخر اخبار ولادنا مباشرة من الكاب فير مبعوث مزيك فهمي البرهومي. فهمي صباح الخير. صباح الخير اسكندر, صباح الخير كل من يسمع فينا على مزيك فهم. كما قلت المنتخب الوطني التونسي موجود في الكاب فير واليوم يكمل تحذيراته لمقابلته غدوة ضد الكاب فير في دار الجولة الثانية من تصفية مونديال 2014. المنتخب الوطني التونسي باش يعمل حصة تدريبية ثانية في الكاب فير في توقيت المقابلة باش تكون 4:30 بتوقيت محلي, 6:30 بتوقيت تونس على أرضية ملعب المقابلة بعد ما عمل البارح حصة خفيفة كانت على أرضية ملعب آخر, ملعب صغير احتضن لي 500 متفرج, ملعب من العشب الصناعي نفس تقريبا نوعية العشب اللي باش يلعب فيها المقابلة الرسمية نتاعو كما قلنا مقابلة غدوة. بالنسبة للأمور نتاع الإقامة ظروف الكل طيبة حتى على مستوى يعني أمور الكل, يعني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تشجعوا باش يخوض مقابلة في أحسن الظروف. ممكن نحكيه على الأمور الفنية أكثر أنه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بعد ما تأكد غياب يوسف المساكني أيضا اللي غاب على الرحلة كيف وكيف جمال الساحي باش تكون تغييرات على مستوى التشكيلة خاصة على مستوى وسط الميدان, أيضا محور الدفاع مهدد ببعض التغييرات حسب الأخبار اللي وصلتنا. وليد الهيشي نجم يكون أساسي مكان بلال العيفة اللي مصاب ومش في فورمة لكن ربما تمارين اليوم تأكد عكس هذا. أيضا على مستوى وسط الميدان الدفاعي تأكد بتبيع ماجيتراوي باش يكون كالعادة كأساسي, ولا العنصر ممكن جديد في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لازم يكون شادي الهمامي واحد من الحلول القادمة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. شادي كنا حكينا معه. ديتاسمون مهم بالنسبة لنا احنا خاصة بعد الفيكتوار الأولانية في تونس اون دو سونشيني معناتها ديزاين فيكتوار خلينا يمكن نقدموا برشا في الكاليفيكاسيون هذه. إن شاء الله نكونوا بنفس الإسبري ونفس الكونسنتراسيون علاش ما نروحوش بثرو بوان اللي باش يعاونونا برشا إن شاء الله في البقية. نجموا نشوفوا كل التشكيلة الأساسية تاع المدرب سورتو البيرفورمانس اللي كانت في ماتش غينيا الاستوائية والأبسونس ممكن تاع جمال الساحي. إن شاء الله إن شاء الله علاش معناتها دي سي معناتها غدوة إن شاء الله توضح الفورماسيون إذا كان باش يكون موجود ولا باش يعمل عليه فوت مقابلة باش يكون حاضر ليسونسيال نكون كما الماتشات الباقية كل كونسونتري وقت اللي باش تحقني نقدم نظام إن شاء الله. كان هذا شادي الهمامي لاعب المنتخب الوطني التونسي يحكي على مقابلة غدوة ضد الكابير. كان نعرف وفهم الأجواء غادي في الكابير أصداء المقابلة هذه في وسائل الإعلام والشارع. نجم نحكيو بصفة عامة اسكندر على المقابلة هذيك فاش يعيشوا فيها هنا في العاصمة برايم. الناس كل في بالها أنه ثم مقابلة, ثم منتخب تونس بطل إفريقيا سابقا جاي هنا حاضر في الكابير. الناس كل تعرف وتعرف توقيت المقابلة وتعرف أهمية المقابلة لكن ما يتسناوش حاجه كبيره برشا من منتخب كافير لانه ما عندوش تاريخ على مستوى كره القدم, لكن يقولوا ان اغلب الشعب انه كل فريق يجي يلعب في برايا ويلعب ضد منتخب الكافير الا لابد ان ينهزم, هذا هو الشعار نتاعهم. متوقع انه مش يكون جمهور حاضر بعد الغفيره نهار السبت ومش يكون مواكبه طيبه من كامل جماهير الكافير هنا متابعه مقابله تونس الكافير. ايضا نرجع لاخبار المنتخب الوطني التونسي مع نص نهار النص اليوم مش كنا ندوا صحفي المدرب سامي طرابلسي ومعه زوز لاعبيه بتبيع الحديث على اللمسات الأخيرة وتحذيرات الأخيرة لمقابلة تونس الكابير. ديما نذكر بداية من 6:30 توقيت تونس 4:30 بالتوقيت المحلي في كابير. شكرا لك فهمي مبعوث مزيك الخاص للكابير لتغطية مقابلة المنتخب الوطني غدوة إن شاء الله. شكرا لك وإن شاء الله نهارك زين. شكرا مستر. نرجع لبلادنا وقرارات مكتب الرابطة بعد اجتماعه البارح. الملعب التونسي ربح جزائيا مقابلته اللي كان انهزم فيها 2-0 على الميدان في الجولة 22 من البطولة ضد الكلوب. نذكره اللي هيئة الستاد كانت قدمت إثارة ضد مشاركة مدافع الإفريقي سيف الدين بن عكرمي. من جهة أخرى الرابطة عاقبت مدرب البقلاوة خالد بن سيسي 4 مقابلات مع خطية ب1000 دينار بسبب الكلام البذيء تجاه طاقم التحكيم. الرابطة قررت زاد إيقاف مدافع نادي حمام نلف معين الشعبيني 6 مقابلات كاملة مع 1000 دينار خطية. وبعد الحركة اللا أخلاقية اللي قام بها في ماتش قوافل قفصة خطية ب1500 دينار الرياض بن نور رئيس فرع كرة القدم في الترجي بسبب التصريحات النارية. الرابطة رفضت زاد مطلب نادي حمام نلف باش يلعب مقابلته الجاية في البطولة ضد النادي البنزرتي في ملعب بن عروس بسبب رفض السلطات الأمنية الإجراء المقابلة في الملعب هذا. دونك المقابلة هذه ترجع تتعين في ملعب المنزل. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الدور 16 من الكوب في بلادنا. زوز مقابلات تبدأ مع ماضي 3 في جرجيس. ترجي جرجيس يلعب ضد الشبيبة القيروانية وفي باجة الأولمبي البيجي يواجه نادي حمام نلف. نذكره اللي سي اس اس ترشح البارح بصعوبة قدام جمعية جربة 4-3.
نحكي على أورو 2012 اللي تلعب في أوكرانيا وبولونيا من اليوم 8 جوان حتى لنهار 1 جويلية، واليوم الافتتاح بأول مقابلة في الناشيونال ستاديوم في بارسوفيا البولونية يجمع بولونيا باليونين بداية من 5 متاع العشية. المقابلة الثانية تبدأ 8 غير ربع وتجمع في الملعب البلدي في مدينة بروكلاف البولونية المنتخب الروسي بالمنتخب التشيكي، زوز ماتشوات من المجموعة الأولى. Mosaic FM Podcast.